بالنسبة للأستاذة منى اللي بتسرح في الصلاة ولما تسجد بتسرح في الدعاء، وبتقول ساعات احنا بنبقى فيه همم عالية في القيام بالعبادات، لكن فجأة الواحد يحس نفسه وده ايه مش زي ما كان قبل كده. انا دايما في مسألة السرحان بننصح بكثرة الذكر خارج الصلاة والتهيؤ للصلاة قبل الدخول فيها، بمعنى ان احنا دايما قبل ما ابتدي الصلاة كده امهد لنفسي بكثرة الاستغفار، اقرأ المعوذات الثلاث فتضعف من وسوسة الشيطان، أصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، ودايما أصلي في مكان ما يبقاش حوالي فيه أشياء تشتتني أو تخرجني عن أداء الصلاة، وأبدأ في الصلاة على هذا الحال. إذا كانت كثرة الدعاء في السجود بتلهيك أو بتجعل مسألة الخشوع بتضعفه، قللي الدعاء وخليكي في جوامع مثلا الدعاء اللي ممكن أنت تحفظيها وتقوليها أو اللي أنت ربنا بيفتح بيه عليكي. لو أنا برضو أثناء بالنسبة للخشوع، الإنسان دايما في الصلاة إحنا أمرنا بالاصطبار على القيام بيها وأدائها على أكمل وجه، ده معناه إن المسألة دي في مقاومة السرحان وإن أنا عايزة أكون في حال خشوع مسألة دائمة هتحتاج من الإنسان يقظة دائمة في الفرائض وهو بيقوم بيها، وكذلك بالذات في على وجه الخصوص الفرائض، إن الإنسان يبقى بيشحذ الهمة إن أنا داخل أصلي وعادة ما بيجيني السرحان بقى وافكر، وكلنا بنوصل أو بنصل إلى هذا الحال، فبتحتاج إن أنا لا هركز في، أنا أقول لنفسي كده هركز في الآيات وأنا أقرأها. طبعا تلاوة القرآن الكريم بالصورة المظبوطة واللي بتخلي الإنسان يخشع من العوامل بتخلي الإنسان يخشع في الصلاة، الهدوء والتؤدة في أداء الصلاة، وده كان حال حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، بتعين على الخشوع في الصلاة. طيب لو أنا سرحت يعني عند السهو في الصلاة، أنا ببني على الأقل، يعني لو أنا مش فاكرة أنا صليت ثلاثة ولا اثنين فبقول لا يبقى هما اتنين، ده ببني على الأقل. مش فاكرة أنا صليت اتنين ركعتين ولا ركعة، لا أقول لا هي ركعة، ببني على الأقل دائما وأكمل الصلاة بتاعتي. وعموما في مسألة الإنسان في طريقه إلى الله يتحمل من الأعمال ما يطيق، ما يضغطش على نفسه، القليل الدائم خير من كثير المتقطع، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فالإنسان بس المهم تكون الديمومة موجودة، لأنه طبيعي إحنا مش مكن، إحنا بشر وعندنا مفردات حياتية عايشينها، هذه المفردات الحياتية بتخلي الإنسان أحيانا طاقته مش زي كل من اللحظة للتانية بتختلف. ممكن انا امبارح قدرت ان انا اقوم الليل قراءة قرآن بقى وذكر وصلوات ويوم تاني اجهدت تعبت، حصل ان انا ان شاء الله محتاجه انام، اي ما يطرأ على الانسان احنا اغيار بنتغير، المهم ان انا ما تفوتنيش فرصه الطاعه، اتيها ولو على اقل جهد الانسان ياتي بها، عشان الانسان مش هيقدر، لن يشاد الدين احد الا غلبه، الدين هيغلبه، فيبقى الانسان على طول يعني على طول عنده مسألة إنه يداوم، يكون عنده الحرص على هذه الديمومة.